بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر بإصلاح العمل وإخلاصه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حذر أمته من البدع والمحدثات، فقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الحجاج، اتقوا الله واحرصوا على أن يكون حجكم وسائر أعمالكم خالصا لوجه الله من جميع أنواع الشرك، وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن جميع أنواع البدع والخرافات، حتى يكون عملكم متقبلا وحجكم مبرورا وسعيكم مشكورا. لأن من الحجاج من يرتكب أخطاء كثيرة في حجه، وهذه الأخطاء منها ما يتعلق بالعقيدة، ومنها ما يتعلق بأحكام الحج العملية. ونحن في هذه الكلمة سنبين شيئا منها إن شاء الله. فالذي يتعلق بالعقيدة هو أن بعض الحجاج، سواء كانوا في مكة أو في المدينة، يذهبون إلى المقابر يتوسلوا بالموتى ويتبركوا بقبورهم، أو يسألوا الله بجاههم، وما أشبه ذلك من الأعمال الشركية أو البدعية المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تزار القبور للاعتبار وتذكر الآخرة، والدعاء للأموات المسلمين بالمغفرة والرحمة، وأن يكون ذلك بدون سفر وشد رحال، وأن تكون الزيارة للرجال دون النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وهذا خطاب للرجال خاصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور دعا لأصحابها بالمغفرة والرحمة، هذا هديه صلى الله عليه وسلم في زيارتها، أنه لأجل اعتبار الزائر واتعاظه، ولأجل الدعاء للميت المزور بالمغفرة والرحمة. أما أن تزار القبور بقصد الدعاء عندها، أو التبرك والتوسل بأصحابها، أو الاستشفاع بهم، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إما شرك بالله أو وسيلة للشرك يتنافى مع أعمال الحج ومقاصده. فليس هناك مساجد في الأرض تقصد للصلاة فيها إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء لمن كان بالمدينة. وليس هناك مغارات ولا أمكنة تزار في دين الإسلام، لا في مكة ولا في المدينة ولا في غيرهما، لأنه لا دليل على ذلك. والحاج إنما جاء يطلب الأجر والثواب من الله، فليقتصر على ما شرعه الله ورسوله. ولو أن الحاج وفر وقته للصلاة في المسجد الحرام إذا كان في مكة، وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في المدينة، ووفر ماله للإنفاق في سبيل الله والصدقة على المحتاجين، لحصل على الأجر والثواب. أما إذا أضاع هذه الإمكانيات في البدع والخرافات، فإنه يحصل على الإثم والعقاب. فالواجب على الحاج أن يتنبه لهذا، ولا يغتر بالجهال والمبتدعة، أو بما كتب في بعض المناسك من الترويج لهذه المبتدعات والدعاية لها. وعليه أن يراجع المناسك الموثوقة التي ألفت على ضوء الكتاب والسنة، لأجل المحافظة على سلامة عقيدته وحجه، وأن يستشير أهل العلم فيما أشكل عليه. أما الأخطاء التي تتعلق بأعمال الحج، فمنها أولا في الإحرام: بعض الحجاج القادمين عن طريق الجو
يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة فيحرموا منها أو دونها مما يلي مكة، وقد تجاوزوا الميقات الذي مروا به في طريقهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن مر بالميقات الذي في طريقه أو حاذاه في الجو أو في الأرض وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منه أو من محاذاته، فإن تجاوزه وأحرم من دونه أثم، وترك واجبا من واجبات النسك يجبره بدم، لأن جدة ليست ميقاتا لغير أهلها ولمن نوى النسك منها. بعض الحجاج إذا أحرموا أخذوا لهم صورة تذكارية يحتفظون بها ويطلعون عليها أصدقاءهم ومعارفهم، وهذا خطأ من ناحيتين: أولا أن التصوير في حد ذاته حرام ومعصية للأحاديث الواردة في تحريمه والوعيد عليه، والحاج في عبادة فلا يليق به أن يفتتح هذه العبادة بالمعصية. ثانيا أن هذا يدخل في الرياء، لأن الحاج إذا أحب أن يطلع الناس عليه وعلى صورته وهو محرم فإن هذا رياء، والرياء يحبط العمل وهو شرك أصغر، وهو من صفات المنافقين. يظن بعض الحجاج أنه يجب على الإنسان إذا أراد الإحرام أن يحضر عنده كل ما يحتاجه من الحذاء والدراهم وسائر الأغراض، وأنه لا يجوز له أن يستعمل الأشياء التي لم يحضرها عند الإحرام، وهذا خطأ كبير، لأنه لا يلزم شيء من ذلك، ولا يحرم عليه أن يستعمل الحوائج التي لم يحضرها عند الإحرام، بل له أن يشتري ما يحتاج إلى شرائه ويستعمل ما يحتاج إلى استعماله، وأن يغير ملابس الإحرام بمثلها، وأن يغير حذاءه بحذاء آخر، ولا يتجنب إلا محظورات الإحرام المعروفة. بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة الاضطباع، وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، وما عدا ذلك يكون الكتف مستورا بالرداء في كل الحالات. بعض النساء يعتقدن أن الإحرام يتخذ له لون خاص من الثياب كالأخضر مثلا، وهذا خطأ، لأنه لا يتعين لون خاص لثوب المرأة الذي تلبسه في حالة الإحرام، وإنما تحرم بثيابها العادية إلا ثياب الزينة أو الثياب الضيقة أو الشفافة، فلا يجوز لها لبسها في الإحرام ولا في غيره. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.